من مختلف ولايات الوطن حضرت جموع غفيرة لإحياء وعدة سيدي رابح بعين الشياخ لولاية عين الدفلة، عادة كادت أن تندثر بعد غياب لعقود من الزمن بسبب ما عرفته المنطقة خلال العشرية السوداء. الله يحفظهم لهنا، باسكو احنا من ولاية بازار انا جينا لهنايا، ربي يسترهم، راهم قاموا بينك شغل رحبوا بينا مليح، الله يبارك ما شاء الله. الوطن الناس راهي بوش دروا حالك، وبالنسبه للامن الله ما شاء الله، يعني البلاد راهي في مستوى رايح عليه، ربي يكملوا ربي يكملوا ان شاء الله. نتمنوا للشعب هذا هوينا الخير، ونتمنوا للامه هذه هوينا الخير، والله يعطينا ان شاء الله ما يصلح للبلاد هذه هوينا. وعدة سيدي رابح يعتبرها سكان المنطقة فرصة للقاء والتصالح بين المتخاصمين ومناسبة للم الشمل. وعقبة المهم الحفلة لباس الحمد لله، وإن شاء الله بربي كل حاجة الفوطة نفوطة، ورانا قاع مجدين وإحنا إن شاء الله. ننبه بعضنا البعض خاصة إلى ما تؤول إليه حاليا من مخاطر البلاد ممن يدعون لعدم الانتخابات، ونحن نقول في هذه المناسبة الكريمة بأننا نحن ذاهبون إلى الانتخابات لاستتباب الأمن. كلنا فرحانين بهذه المناسبة، وخاصة عندما أعلن الوطنيين الغيورين على هذا الوطن، وكلنا لنا لقاء خاص يوم 12 ديسمبر. هذه الانتخابات ان شاء الله نساهموا فيها بهذه الوعدات، هذه الوعدات من جد جدود بقيت لنا نقدموا عليها ان شاء الله على ربي. هكذا تختم الوعدة بعد إطعام الضيوف والحضور بتلاوة القرآن الكريم وقيام الليل والدعوة بالأمن والاستقرار للبلاد والعباد.